السلام عليكم، معكم نهيلة سبا. غادي نكون معكم في ثاني حلقة من سلسلة البدء من الصفر مع نهيلة سبا. هاد السلسلة اللي غادي تكون خصيصا للطلبة اللي باغين يستكملوا الدراسة ديالهم هنايا في تركيا. غادي نحاول في السلسلة انني نجاوب على جميع التساؤلات اللي كتطرح في ذهن الطالب. هاد الحلقة غادي تكون تحت عنوان الجامعات الحكومية في تركيا. تلقوا ان عندنا كل جامعة عندها نظامها مستقل على الجامعات الاخرى، كنلقاو هذا الاختلاف مثلا في بدء التسجيل او من طريقه القبول ديال الطلبه ديالهم. فعندنا هنايا في تركيا اربع طرق باش انك تقبل في هذه الجامعات الحكوميه ديالها. القطاع الاول عندنا قطاع اليوس. شنو هو هذا اليوس؟ اليوس هو امتحان كديروا كل جامعه عندها اليوس ديالها. مثلا ناخذ اكزامبل، عندنا جامعه اسطنبول كتقبل غير باليوس ديالها، الوغ كو جامعه غازي عنتاب كتقبل باليوس ديالها وباليوس ديال اسطنبول. يعني داكشي علاش قلت لكم عندها كل الجامعه عندها نظام الخاص بها. اما بالنسبه للقطاع الثاني كاين القطاع الاختبارات الدوليه اللي هو الاس اي تي. كنلقاو مثلا جامعه اسطنبول تكنيك وجامعه هاجي تي بي كيقبلوا غير بهذا الاس اي تي. اما بالنسبه للقطاع الثالث وهو غير شهاده الثانويه، يعني غير البكالوريا كتقدر تدفع لهم هذه الجامعات. كنلقاو مثلا كجامعه انقره وسليمان ديميرال. اما بالنسبه للصنف الرابع اللي هو التسجيل كيكون مضمون فيه وتسجيل مباشر كجامعة كارابوك وجامعة سكاريا التقنية. تلقاو من بين أصعب شعب اللي كاينين هنايا في تركيا هي ميديسين والطب البشري، ولا هي شعبة باغينها بزاف ديال الناس ولا هي مقبولة بزاف. كاينين شي وحدين كيعاودوا اليوز عامين غير باش يتقبلوا في شعبة الطب البشري. علاش؟ حيتاش كتقبل غير باليوس وبالاس اي تي، وخاصك تجيب وتكون جايب في اليوس حوالي 100% باش تقبل في هذه الشعبه. اما بالنسبه للشعب الاخرين كالهندسات فهي كتقبل من حوالي 65-70 بحال هكاك. كنتمنى انني في هذا الفيديو حاولت نعطيكم فكره عامه على الدراسه في تركيا وخصيصا على الجامعات الحكوميه، على رسوم الدراسه، على القطاعات اللي كاينين، على عدد الجامعات اللي كاينين. وللمزيد من المعلومات حاولوا تواصلوا معنا على النمره اللي غادي تكون هنايا وعلى كونت انستغرام ديالنا، وغادي نكونوا رهن الاشاره وغادي نكونوا معكم حتى انكم توصلوا هنايا وتحققوا داكشي اللي بغيتوا. باي، كنتمنى لكم حظ موفق.